الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، ومع هذه الدورة الطيبة المباركة وهي شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ للشيخ يحيى الزواوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى هو قراءة المقدمة، مقدمة الشيخ رحمه الله، مع ذكر الفوائد من هذه المقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك أبين منهج الشرح لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأبين كذلك كيفية المتابعة، فانتبهوا إن شاء الله تبارك وتعالى معي. قال الشيخ رحمه الله في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله، اصطفاه ربه بخير رسالة وبخير كتاب، فبلغ عن ربه على أكمل وجه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه هذه الآية الكريمة أيها الأحبة من سورة فاطر، وهي الآية التي برقم 32. نستعذ بالله تبارك وتعالى. أولا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذا الكتاب وتوريثه لأولادنا وأهلينا وعامة المسلمين. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. أيها الأحبة، سؤال: ما هي أغلى واو جماعة ذكرت في القرآن الكريم؟ أغلى واو جماعة أيها الأحبة جاءت بعد هذه الآية الكريمة، وهي في قوله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. الواو فين؟ في كلمة يدخلونها. طيب، اسمع كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، هو صاحب تفسير أضواء البيان، ماذا قال في هذه الآية الكريمة؟ قال الشيخ: فقد بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن إراثة هذه الأمة، يعني أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لهذا الكتاب دليل على أن الله عز وجل اصطفاها، في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وبيّن الله عز وجل أنهم ثلاثة أقسام. خلي بالك وشوف أنت مين في دولت. الصنف الأولاني هو الظالم لنفسه، يعني هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى لكنه يعصيه، يعني يقع في بعض، يعني بعض ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الصنف الثاني هو المقتصد، وهو الذي يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصي، ولكنه يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل من الطاعات، بيحافظ على الإيه؟ نوافل الطاعات، مثل مثلا صلاة الركعتين قبل صلاة الصبح، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، مثلا 4 ركعات قبل الظهر و2 بعد الظهر، كذلك 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه السنن الإيه؟ المؤكد. فهذا هو المقتصد. الصنف الثالث وهو السابق بالخيرات، وده طبعا أعلى حاجة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات التي هي غير واجب، يعني ما بيسيبش حاجة يسمع عنها إنها مستحبة أو حث عليها الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يسارع إلى هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك في قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ثم وعد الله عز وجل الجميع، يعني الظالم النفس والمقتصد والسابق بالخيرات، بماذا وعدهم الله عز وجل؟ بجنات عدن. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وهو سبحانه جل وعلا لا يخلف الميعاد، في قوله جل وعلا:
وعلا جنات عدن يدخلونها. الواو في كلمة يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، ولم يبقى من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة. فالحمد لله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام. اللهم اكتبنا في أعلى عليين ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه مقدمة الطبعة الثالثة من كتابي دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. يقول الشيخ: فبعد أن نفذت الطبعة الثانية وجدت إقبالا من إخواني وأخواتي ومراكز تحفيظ القرآن على الكتاب وطلب المزيد من النسخ والآيات المتشابهات. يقول: شعرت بعظم المسؤولية، يعني ربنا اختاره لنشر هذا الكتاب المبارك لبذل المزيد من الجهد لإصدار الطبعة الثالثة لتكون أكثر شمولا من سابقتيها، لتكون بإذن الله عز وجل دليلا للحفاظ حقا وعونا لهم على تثبيت حفظهم. فهذا استفاء من الله تبارك وتعالى أن ربنا وفقه وكتب الله تبارك وتعالى له القبول لهذا الكتاب المبارك، فهذه نعمة من الله جل وعلا. لذلك يعني كثير من العلماء تجد لهم مؤلفات ولكنها لم تشتهر، وتجد بعض العلماء له مؤلفات وشاء الله تبارك وتعالى لها أن تنتشر في الآفاق. لعل هذا دليل على يعني الإخلاص وعدم يعني، أو مثلا الله تبارك وتعالى كتب القبول لهذا الأمر الطيب المبارك، أو ربما يكون بسبب دعوة استجاب الله عز وجل هذه الدعوة أن تنتشر هذه المؤلفات المباركة. لكن برضو يا جماعة يعني من باب إتمام الفائدة، مش معنى أنك أنت مثلا ربنا وفقك مثلا ألفت كتاب أو أنت مثلا داعي إلى الله تبارك وتعالى ولم يشأ الله تبارك وتعالى لانتشار مثلا مؤلفاتك، أو لم يشأ الله تبارك وتعالى لإقبال الكثير من الناس عليك في الدروس وفي المواعظ وفي الخطب، أن ده يكون عدم قبول من الله تبارك وتعالى. لأن إحنا عندنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرخت، والنبي ليس معه أحد. تخيل يعني نبي ومع ذلك ما يعني آمن به إيه اثنين، نبي تاني آمن معه مثلا إيه واحد فقط، نبي لم يؤمن معه أحد، والنبي وليس معه إيه، والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: أنظر. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: أنظر. هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتثيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. الشاهد من الحديث الجميل ده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: عرضت علي الأمم، يعني جميع الأمم، أمة سيدنا محمد وجميع الأمم السابق، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرات، والنبي ليس معه أحد. فمش عايزين نقول برضو أن معنى أنك أنت مثلا داعي إلى الله عز وجل، أو أنت مثلا واعظ، أو أنت مثلا لك مؤلفات ولم تنتشر، أن ده يكون دليل مثلا على عدم القبول. لا، لعل حكمة من الله تبارك وتعالى ألا ينتشر مثلا هذا المؤلف ومؤلف تاني مثلا ينتشر، فهذا يعني إيه؟ توفيق من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: ولذلك
كان حرصي في هذه الطبعة التوسع في الآيات المتشابهات مع بيان مواضعها وأرقامها للاستفادة منها للطالب. يقول الشيخ: كل يأخذ بحسب ما يحتاج إليه. ومما أوضحته في مقدمة الطبعة الأولى والثانية وأحب أن أؤكد عليه أن العلامات التي أضعها في كل فقرة من فقرات الكتاب هي مجرد خواطر وضعتها أولا لنفسي، مما زادتني بفضل الله عز وجل تثبيتا للآيات المتشابهات، فوجدت لزاما علي نشرها لإخواني حتى تعم الفائدة. ده من باب إيه؟ حب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت ربنا وفقك مثلا طريقة معينة حفظت بها القرآن، وجدت أن ربنا وفقك وحفظك مثلا، ربنا ثبت لك الحفظ، انشر هذه الطريقة حتى يتعلم منها الآخرون. ربنا وفقك لأي عمل ما، عليك أن تنشر هذا الأمر، وهذا من باب يعني إيه؟ حب الخير للآخرين. فهكذا كان الشيخ ونحن نتعلم نتعلم منه يعني هذا الخلق الجميل الطيب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وهي ليست تفسيرا للآيات، ولكنها مجرد علامات لتسهيل الحفظ ولعدم الخلط بين الآيات، وقد قمت بإفراد باب خاص بالمتشابهات في قصص الأنبياء في آخر الكتاب. ده إن شاء الله نجعله في نهاية الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: ولم أثبت مثل هذه الآيات في مكانها حتى لا يكون هناك تكرارا. يعني هو في أثناء إراد بنود المتشابهات، هو جعل طبعا المتشابهات على صورة بنود، البند الأول البند الثاني أكذا. يعني مثلا يأتي الآية، الآية يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، ويأتي بالآيات المتشابهة والصور التي بدأت بالحمد، هكذا. يعني إيه؟ دي طريقة الشيخ في المتشابهات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكنه لم يذكر الآيات التي فيها إيه؟ قصص الأنبياء، لأنه جعل لها باب خاص في ختام هذا الكتاب المبارك إن شاء الله عز وجل. ثم يختم كلامه بالدعاء فيقول: وأدعو الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به المسلمين في كل مكان وزمان، وما أصبت فيه فمن الله عز وجل، وما أخطأت فيه فمن نفسي، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما كان من خطأ أو نسيان. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله عز وجل أن يستجيب، وأن يحشرنا الله عز وجل جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن نحظى بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خادم القرآن الكريم فضيلة الشيخ يحيى عبد الفتاح الزاوي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب أيها الأحباء، بعد مقدمة هذا الكتاب المبارك أبين المنهج إن شاء الله في الشرح. يتم إن شاء الله تبارك وتعالى نشر 5 بنود فقط بالترتيب يوميا إن شاء الله، كل يوم في موعد إن شاء الله، هذا الموعد نتفق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله لا يعني إيه لا يتغير هذا الموعد إلى نهاية الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى، ويكون مناسب للجميع. رقم 2، ذكر أسرار التكرار في القرآن من مصحف أسرار التكرار للشيخ الدكتور ياسر بيومي حفظه الله تبارك وتعالى. هذا مصحف مبارك اسمه المصحف المفسر لأسرار التكرار في القرآن الكريم. اللي يحب ان هو يعني يقتني ويشتري هذا المصحف، هو متوفر بالمكتبات ان شاء الله تبارك وتعالى. وممكن يعني اذكر مثلا رقم الهاتف للمكتبة مثلا ونشتري منه إن شاء الله، عشان يكون عندنا هذا الكتاب المبارك، هو مصحف المصحف المفسر الأسرار التكرار في القرآن الكريم. يعني أنا أذكر بنود المتشابهات وأتبع ذلك بذكر أسرار التكرار، مثلا للآية دي مثلا جت هنا وجت في الموضع الآخر وكذا. يعني هذه يعني من باب التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب رقم 3، يتم وضع بعض الضوابط اليسيرة من أبيات أو جمل إنشائية وغيره، يعني إيه من يعني ضوابط المتشابهات إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم 4، أختم الدرس اليومي بدعوة للشيخ رحمه الله، وهذا من حق العلماء ومن حق أهل القرآن علينا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع أهل القرآن، وأن يجمعنا الله تبارك وتعالى يعني بعلمائنا ومشايخنا وأهل القرآن جميعا في الجنة. اللهم آمين.
طيب طريقة المتابعة هنتابع ازاي؟ اول حاجة سماع الدرس وحفظ الضوابط للمتشابهات، نسمع الدرس مرارا وتكرارا ونحفظ الضوابط اللي فيه. رقم 2 التعليق بكلمة تم السماع، نيجي كده تحت الفيديو اللي هينشر ان شاء الله نكتب تم السماع، ده بمثابة الامضاء للحضور اليومي ان شاء الله تبارك وتعالى. رقم 3 اختبار شهر يسير في مقرر كل شهر، نهاية كل شهر ان شاء الله هننزل الاستمارة، اختبار الكتروني، اختبار يسير جدا جدا ان شاء الله عز وجل في المتشابهات حتى يكون هناك جدية جدية في المتابعة. رقم 4 سيكون هناك شهادة تقدير وإجازة في الكتاب في نهاية الدورة لكل من يتابع إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أن من يشارك في الاختبار سيكون له يعني إيه درجة أعلى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الشهادة. رقم 5 التعهد من الدارسين، كل يتابع معنا وكل المشتركين بتدريس الكتاب لكل من تم إجازته فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق. يعني مش مسألة انك انت تاخد اجازة وتعينها عندك في الدرج بتاعك او الكلام ده وانتهى الامر على كده، لا ده احنا عايزين ان شاء الله ننشر هذا العلم ان شاء الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب ليظل ان شاء الله تبارك وتعالى صدقة جارية ان شاء الله تبارك وتعالى في موازين حسناتنا وحسنات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر للشيخ يحيى، اللهم باعد بينه وبين خطايا، اللهم نقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعل كتابه في عليين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتابعوا إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الدروس اليومية بدءا من يوم 1/5/2019 إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.